محاكاة معارك حقيقية وتعزيز نقاط وقواعد عسكرية روسية سورية. هكذا يبدو المشهد شرق الفرات. تتسارع خطى الجيش السوري في تعزيز نقاطه العسكرية بريف الرقة الشمالي عند عين عيسى، وينسحب المشهد على مدينة عين العرب في ريف حلب الشرقي. كتبتا مشاة دخلتا المنطقة بحسب ما أكدته مصادر مطلعة للميادين، واقع يحمل في طياته ترجمة لقرار دمشق الدفاع عن كامل ترابها في مواجهة أي تهديد تركي. وخاصة نحن السوريين الكرد، نحن نقول أنه نقف مع جيشنا في التصدي لهذا العدوان لأراضينا وقرانا، هذا وطننا ونحن مع الوطن مع جيشنا. نتمنى الأكراد في بكل السوريين الأكراد بكل فئات وكل تقسيمات وكل انتماءات يوقفوا ورح يوقفوا مع جيشنا للتصدي لأي عدوان. تعزيز نقاط الجيش السوري في مناطق سيطرة مسلحي قسد يتزامن مع زيادة موسكو عديد قوتها في أقصى شمال شرق سوريا بنسبة 20% عما كانت عليه قبل بدء الأزمة الأوكرانية بحسب ما أكدته مصادر الميادين. أيضا قوات مظلية روسية وطائرات حربية لا تفرق أجواء الشمال السوري، رسائل تريد منها حليفة دمشق الأقوى تأكيد موقفها الرافض لأي تهديد لوحدة أراضي سوريا. أعتقد أن المعركة قد تكون بعيدة نتاج أن تركيا هي في حلف الناتو، وأن أي اصطدام بين سوريا وحليفها الروسي مع تركيا قد يؤدي إلى اشتعال المنطقة بالكامل. مواقف روسية سورية في مواجهة التهديدات التركية تزامنت مع إعلان قادة في قسد حصول تركيا على ضوء أخضر من الناتو لبدء عملية عسكرية شمال سوريا، ما قد يدفع قسد إلى طرق أبواب دمشق في ظل يقينها بخذلان الداعم الأمريكي لها في مواجهة أنقرة. تعزيزات سورية روسية إلى شمال سوريا وشمال شرقها تحمل في طياتها جنوحا مبدئيا لقادة قسد وتخفيفا لرهانهم على واشنطن، مشهدان تؤكدهما تصريحات لمسؤولين في قسد عن خذلان الناتو لهم بالتزامن مع تأكيدهم على بلورة اتفاق مع دمشق لصد أي عدوان تركي على الشمال السوري. رضا الباشا، حلب، الميادين.